معنا من لندن الأكاديمي والباحث في قضايا البيئة نعيم الأنصاري. مساء الخير سيد نعيم الأنصاري. رأينا قمة العشرين اختتمت بدون توافق عن موعد هذا الحياد الكربوني. برأيك هل سينسحب هذا الخلاف أو عدم التوافق في قمة العشرين في COP26؟ الحقيقة نحن يجب أن نفهم نقطة مهمة جدا، وهي أن المسألة ليست بهذه السهولة. هناك كثير من التعقيدات في مسألة الاستغناء عن الوقود الأحفوري بدءا بالفحم الحجري. لا يمكن أن نتوقع أن بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة أن العالم سيترك هذا الوقود. العملية يجب أن تبدأ تدريجيا، وما حصل في قمة مجموعة العشرين في روما هو على أن لم يكن هنالك توافق. السبب في ذلك لأن بعض الدول طرحت موضوع أنها من الصعوبة جدا أن تستغني عن الوقود الأحفوري وهو الفحم الحجري مثلا. فكثير من هذه الدول لديها محطات، الصين لديها 1082 محطة كهرباء تعمل بوقود الفحم الحجري، فكيف يمكن؟ طبعا هو ليست العملية مستحيلة، الإمكانية تبدأ منه بالتدريج، لكن الآلية لم يتفق عليها الآن. طيب. الآن كل الظواهر التي حدثت في العالم جعلت هؤلاء يشعرون، ويكفي أن أقول أن هنالك إيجابيات موجودة من كثير من الدول، لكنه طيب لو سمحت السيد الأنصاري هذه الدول، يعني مثلا من بين هذه الدول الصين وروسيا يقولون بأنهم قد يصلون إلى هذا الحياد الكربوني بحلول 2060، يعني 10 سنوات من الموعد الذي يفترض أن تلتزم به الدول. هل يشكل ذلك فرقا كبيرا، يعني 10 سنوات على كوكب الأرض؟ طبيعي طبعا يشكل، لأنه الانبعاث الكربوني سيستمر لمدة 10 سنوات من دول تستهلك مثل الصين أكثر مليارات الأطنان من الفحم الحجري سنويا، تستهلك وتصدر أيضا، فليست من السهولة. لأن هؤلاء كما ذكرت أنا في أكثر من مرة أن مسألة هذه العملية يعني تدرج ضمن موضوع الاقتصاد البلد نفسه. البلد حتى يتحول بالتدريج يجب أن يحافظ على المستوى الاقتصادي، وبذلك فهذه 10 سنوات يطلبونها لأنه حجم الاستهلاك وحجم المشاريع الطاقة اللي عندهم أكبر من أي دولة أخرى في العالم، وبالذات الصين وكذلك الهند، فهذه هي اللي تسبب هذا التباطؤ هذا التأخير من قبل هذه الدول. طيب ماذا عن الدول النامية؟ ألا تعتقد بأنها تحتاج إلى موارد مالية ودعم مالي من أجل تطبيق هذه الخطط؟ هذه الدول النامية تتحمل أعباء وتبعات التغير المناخي التي لم تكن هي المسببة فيه، ولهذا السبب أنا أعتقد المسألة أخلاقية أن الدول الغنية يجب أن تمول هذه الدول لكي تغير وتحدث بناها التحتية لمقاومة الظواهر القادمة. لأن نحن نعرف إحنا لا ننكر بأن هذه الظواهر سوف لن تنتهي في يوم وليلة، فالسنوات القادمة سوف تكون مليئة بهذه الظواهر، وهذه الدول يجب علينا أن مساعدتها لأنه ده تتحمل مشاكل وأعباء هي غير قادرة على أن تسدد تكاليفها أو تتحمل تكاليفها. فإذا المسألة أنه مطروحة من عام 1000 يعني من قمة باريس وقبل قمة باريس أن صندوق التمويل يكون 100 مليار دولار، ولكن لحد الآن تم ترحيله إلى 2023 وننتظر ماذا سيحدث في المستقبل. يعني كيف سينعكس عدم التوافق هذا على الطبيعة نفسها؟ ما الذي يتوقع الآن أن يتغير؟ رأينا ظواهر طبيعية صراحة غير طبيعية في السنوات الماضية. هل يعني سنلحظ اضطرادا في ربما الحر الشديد، في الثلوج في أماكن غير مشهورة عادة أنه يكون فيها ثلج؟ نحن سنلحظ اضطرابا وسنواجه كثير من الظواهر في السنوات القادمة، لأنه الانبعاث الكربوني لم ينخفض لحد الآن. كل ما في الأمر نريد أن نتفق على آلية لخفض الانبعاث
ومتابعة الدول التي وضعت خططا لكي تخفض من هذه الانبعاثات. أن تضع الدولة خطة وتتركها فقط على الورق، هذا أمر حصل في قمة باريس وبنود قمة باريس كلها على الورق. الآن يجب أن تكون هنالك خطط. فنحن في السنوات القادمة نعم موجات حرب، فيضانات، سيول، ولا نعرف في أي بقعة في العالم ستزيد وتكون، وستكون لا زالت بالعنف نفسه. ولكن عندما تستمر في السنوات العشرة هذه القادمة سنلاحظ الفرق بعد أن يتم هنالك تخفيض لهذا الانبعاث الكربوني بعد هذا الاتفاق في قمة غلاسكو 26. الآن سيد نعيم الأنصاري، ونحن طبعا نحاورك بشأن هذا الموضوع، الرئيس الأمريكي جو بايدن وصل إلى مقر انعقاد كوب 26 طبعا في استقباله رئيس الوزراء البريطاني الذي تحتضن بلاده هذا المؤتمر المهم. دعني أتحدث أيضا عن نقطة مهمة فيما يتعلق بالكلفة المالية التي يحتاجها يعني هذا الحياد الكربوني. الدول يعني في النهاية ليست لديها ميزانيات كافية للقيام بذلك. من هو المسؤول برأيك عن مساعدة هذه الدول؟ عندما تتحدثين عن الدول الفقيرة فالمسؤول هو الدول الغنية، لأنها الدول الغنية هي التي تسببت في هذه الانبعاثات الكربونية باعتبارها دول صناعية فيها صناعات ثقيلة كبرى على مختلف أنواع الصناعات اللي نعرفها، تكنولوجيا، سيارات، مكائن إنتاج غذائي حيواني، على العموم هي المسؤولة ويجب أن تمول هذه الدول الفقيرة. أنا أشير إلى نقطة لطيفة جدا ذكرها الرئيس الأمريكي بايدن في مؤتمر الصحفي اللي حقده في روما بعد نهايته. قال لا تعتقدون أن احنا سوف، يعني هو تعرفين هو تواق ومتحمس للمسألة، قال لا تعتقدون أن غدا في الصباح سوف نستيقظ ويكون هنالك قد انتهت الوقود الأحفوري ووقفت والسيارات كلها كهربائية وانتهى البترول. لا، يقول هذا يحدث بشكل تدريجي، وأما احنا مسؤوليتنا أن نعطي حوافز، وهذا ما حصل أيضا في بريطانيا. الدولة تعطي حوافز للمواطن حتى يغير سيارته، يغير أجهزة التسخين والتدفئة في المنزل. هنالك منح تعطى لكل منزل، يعني على سبيل المثال أذكرها 5000 جنيه لكل من يغير هذا الأجهزة التسخين الماء والتدفئة. السيارات في بريطانيا 3000 جنيه لمن يغير سيارته منحة. هذا نفس الشيء سوف يطبق في أمريكا بهذه الطريقة بالتدريج، يعني نتوقع بعد سنة 2030 وهي السنة اللي ممنوع فيها بيع سيارات بالبترول في بريطانيا مثلا، هذا سوف يكون هنالك تغيير وفرق شاسع كبير في مسألة انخفاض الانبعاث الكربوني بهذه الصورة. أما أنه إحنا يعني تعرفين دول كثيرة وتسريبات قالت أن دول كثيرة متخوفة، كيف العالم سيترك البترول، كيف يترك الفحم الحجري، العالم لسه لا يعرف، والمجال للتحول يكون واضح بأنها لديها الوقت الكافي، المساحة الكافية لكي تقوم بعملية التحول إلى الطاقة النظيفة، وهذا ما حصل. بريطانيا في سنة 2015 لديهم 43% من الكهرباء من محطات تعمل بوقود الفحم الحجري، الآن لديهم فقط 2.5% من الكهرباء من محطات تعمل بالفحم الحجري. نعم. وسوف تزال قريبا ستزال. نعم. وينتهي الفحم الحجري. أشكرك نعيم الأنصاري الأكاديمي والباحث في قضايا البيئة من لندن.